السلام عليكم، ورجعت لكم في حلقة جديدة من انطباعات ون بيس. خلونا نبدأ. حلقة أيضا ما تعتبر صراحة في القمة، لكن يظل فيها شوي توضيع وإنهاء للخيوط، وأصف عندي صراحة منهم يسوون لنا زي ما سووا في الأنسلوبي، يجيبون لك زو اللي قاعد أطفال ضايعين وداهم عندهم واشتغل عندهم مربية، لازالي مططوم في الأحداث، لكن أفضل عندي زي ما قلت لكم من التوقف ومن الفلر. لوفي بعد ما أنقذ ريبيكا وانطلق بها، واضح أنه يحبها لأبوها عشان يتم اللقاء هذا ما بينهم. المطاردة كانت جميلة في الحلقة اللي فاتت، الحلقة هذه ما شدني منها إلا نقطة واحدة رهيبة، إنهم لما استخدموا الكايوسكي على لوفي. من قبل أنا في كذا حلقة من الحلقات تكلمت عن الكايوسكي إنه ما يبطل قوة فاكهة الشيطان، بل إنه يفقدك السيطرة على قوة فاكهة الشيطان. الكايوسكي والبحر، الوحيد اللي يقدر يبطل قوة فاكهة الشيطان هو فاكهة البلاك بيرد. الكايوسكي والبحر ما يبطلونها، فقط يمنعونك من التحكم بنفسك ومن التحكم بطاقتك. زي ما شفت لوبي لما قفز ببكا وصابت حبال كايوسكي على يده، تمسك بيده على طرف البيت ونزل مثل المطاط الذايب إلى الأرض. ما فقد فاكهته، لكنه فقد قدرة التحكم بجسده. وأيضا شغلة ثانية أنا ما علقت عليها في الحلقة اللي فاتت لأنها كانت واضحة، كيف الجنود أغمي عليهم؟ هل أحد استخدم عليهم الهاكي؟ وفي نظريات شاطحة قالت فيجيتورا ضرب الجنود بالهاكي عشان يطلع يتحرك الحالة. الموضوع كان واضح، أول شيء اختفى رصاص البنادق، بعدين طاحوا ذي، معناه أنهم ضربوهم الأقزام. في الحلقة هذه وضح أيضا أنه مو بس ضربوهم الأقزام، سرقوا بنادقهم، سرقوا كل شيء. ليش الرصاص اختفى في الحلقة اللي فاتت؟ إحنا في حدث دسوزا والأقزام موجودين، ما يحتاج أعلق عليها، واضحة الأقزام، وخاصة الطريقة المؤثرة اللي حطوها في اختفائها. يعني فجأة لما تشوف جندات النيام يسب طم، وإحنا في وسط حدث دسوزا عرفنا الأقزام هم اللي سوقوا. كيف إن الجنود أغمي عليهم؟ هل أقزام ضربوهم وشفنا عندهم قوة جسدية، يعني هم يتقاتلون مع الجنود كيوتي كان عندهم قوة جسدية، ولا هل لأن مانشوي بالغت في أخذ قواهم، خاصة أنها قالت هالشيء ممكن يصيبهم بالشلل، وضحتها مانشوي، فواحد من اثنين هو السبب. لكنه يظل واضح اللي سواه ليو في تخيط السفن، انه خيط الحديد نفسه، هذا شيء قوي جدا. وقبل يجيني احد يقول لي ترى قالوا من قبلنا سفن المارين تحتوي على شيء من الكايوسكي، كيف قدر ليو يخيطها؟ اجاوبك من الحين، الكايوسكي موجود في قاع السفن وليس على كل السفينة، فليو خيطها من فوق. لوفي قال انه بيتم عشان يلهي الناس، يلهي الجنود، ويخلي ريبيكا توصل لابوها، لانهم ما راح يسمحون لها بهالشيء. وصلت ريبيكا الى ابوها واخرج كل واحد فيهم ما كان في داخله للثاني، وكان يكتم الى النهايه. ريبيكا كانت دائما تؤذي هيتايسان احيانا عن دون قصد بالكلمات، هيتايسان مو بقادر يبوح لها لان ابوه أخيرا الابن راحت في حضن أبوها، واثنينهما عادوا العهد من جديد إنهم راح يبقون مع بعض. صحيح إن اللي سواه كيروس إنه ضحى بسعادته عشان ابنته، لكن في عهد بينه وبينها من قبل إنه يبقى بجانبها إلى الأبد، وهذا الشيء اللي كانوا يبون يوضحونه في الحلقة هذه. فحلقة بسيطة وجميلة من ون بيس، تقدروا نقول هدنة ما قبل العاصفة وما بعد العاصفة، أفضل عندي من الفيلر، لكن يظل كان في مستويات افضل في الاسبوع هذا في الانميات الثانيه، اكون معكم صريح. لكن زي ما قلت لكم، افضل انهم يحطوا لك في فيلر او يقول لك نوقف عرض المسلسل، ما عليه مطط. وطبعا تقريبا ما كان تمطيط قوي زي اللي صار من قبل 6 صفحات في الحلقه. الحلقه هذه تحتوي على 13 صفحه. رابط حلقه ماجد اللي تكلمت عن الشابتر هذا راح تلقاه في مربع الديسكريبشن. ايضا 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 في حدث او حفل هو للجيمز، راح يعتنون ايضا بشيء بسيط من الانمي او يكون في جزء منه بسيط الانمي. على العموم الحفل راح يكون في يوم 29 ويوم 30 من شهر مايو، تقريبا يعني نتكلم عن بعد اسبوع، في الرياض في صاله نادي الرياض. راح يكون اسم الحفل بلوكس كوميونيتي، راح نكون موجودين فيه، راح نلاقيكم هناك لحلقه تساؤلات او تحديات جديدة يوم 29 ويوم 30. راح يكون في عروض كوسبلاي وما إلى ذلك،
راح نكون موجودين هناك ونصور حلقاتنا هناك. كيف تعرف اللوكيشن للحفل؟ وين تشتري تذاكر الحفل؟ رابط موجود تحت في الديسكريبشن تقدر ترجع له. التأهب اللي سواه زورو لما شاف فيجيتورا جاي له شثقة خيالية. العادة زورو لما يشوف أدميرال أو يكون واثق من قوة الأدميرال يصير في لحظة استعداد، لكن زورو في لحظة سعادة. طبعاً ما أدم زورو من حدث بانك اليوجن، من حدث اليوجن إلين الحدث هذا وهو يبحث عن ند يتواجه معاه وما حصل الند. فلما جاء فيجيتورا استعد استعداد بابتسامة شق البيس، لكن تدخل بارتلوميو وأنهى الاستعداد هذا. قال بسوي الحاجز، قالوا لا يقدر حاجزك يصدق، قال عشان كذا اسمه حاجز. وهنا نيجي نتكلم عن شغلة ثانية. لما تكلم قلنا خيوط كيوتي كيف خيوط تسوي اللي سوته قصة مدينة، ترى في خيوط تصنع من الذهب، الأسلاك تعتبر خيوط، يعني تعتبر نوع من أنواع الخيوط هي الأسلاك هذه. فهنا حاجز أيا كان نوعه حاجز، يعني أيا كانت قوتك أنا مسوي حاجز صد، مو بمسوي جدار ولا أنا مسوي حديد، لا حاجز بارير كامل حاجز. ثقة بارتلوميو مع أنه كان خايف من فيجيتورا، لكن ثقته في حاجزه معناه أنه عنده قوة صراحة خيالية، لو يعرف يستخدمها صح راح يكون قوة أسطورية مع طاقم لوفي. لا راح إلى سينغوكو، وحدث الحين الفضفضة الثانية هنا ما بين سينغوكو ولاو. سينغوكو شرح موقفه من كوسان، لأنه واضح أن لاو لما سمع اسم سينغوكو من قبل انشد، لأنه ما كان عارف شو العلاقة بين سينغوكو وكوسان، منه فيهم كان يستخدم الثاني. الحين عرف لاو أن العلاقة ما بينهم علاقة أب بابنه، وأن سينغوكو هو اللي تبنى كوسان واعتنى فيه، ومن ثم رجع إليهم واعتبر كذب عليه خيانة. طبعا هي مش خيانة بالمعنى الصحيح، لكن لما تكذب على أبوك يقول لك أنت خنت ثقتي فيك، لأن خلاص أنا مثل أبوك، أنا مو بس قائدك، أنا مثل أبوك، المفروض أنك ما تكذب علي. فالحدث هذا سينغوكو قال أن الجزيرة هذه خسر فيها الطفل اللي كان جاي بيعتني فيه، خسر فيها الفاكهة الأوبي أوبي، خسر ابنه، وخسر فرصة القبض على طاقم كيهوتي. لو قال لها أنا ذا، أنا أعتقد لو هو قصد أن أنا الطفل اللي كان في ماضي رصاص، لكن لو قصده كل شيء خسرته قدامك الحين، أنا خليفة الابن اللي مات، أنا اللي قضيت لك على عائلة كيهوتي بالتخطيط مع طاقم طبعا لوفي، أنا حامل فاكهة الأوبي أوبي، وأنا اللي فيه مرض رصاص وتعافى منه، أنا كلي أمثل الأشياء اللي أنت خسرتها. الحين سينغوكو شو راح يسوي مع لاو بعد ما لاو نقل قيمة ثانية لوجوده في قلب سينغوكو؟ أرى أن لاو هو كل شيء الآن في حياة سينغوكو. طبعا سينغوكو مش في منصب إداري عشان يقرر، الحين سينغوكو كمستشار، لكن شو الكلمة الخيالية اللي بيضعها سينغوكو في قلب لاو واللي بتغير لاو في المستقبل إلى أشياء كثيرة؟ يعني كوسان هو اللي زرع الكلمة الأولى، وأعتقد سينغوكو هو اللي بيختتم الكلمة وبيوصل لاو إلى شيء اللي يسمونه الخاتمة. دائما الشخص اللي تشوفه كذا في صراع ناقصة الخاتمة، أعتقد سينغوكو هو اللي بيوصلها للاو. لوفي جاي، ولوفي الحين بيجي في صراع قاسي. الخوف اللي طلع على وجه بارتلوميو، وجه حتى كافندش هو مستعد بحصان، تحس حصانه متراجع كذا يهج على ورا، وزوسوف معلوم فيه وضعية أنا كنت فيها. فيجيتورا جاي بوضعية خيالية، قاعد على الحصان ومسكة السموراي، وجاي الكل خايف مع دازو قصل الحصان. حبيبي تعالي 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 تعالي، جيت تقيوة. قلت لكم هذه هدنة ما قبل العاصفة. فيجيتورا جاي مقبل هذول كلهم، ولوفي جاي في الطريق. زورو لام لوفي انه في الكولوسيوم ما استدعاه عشان يقاتل معه. فاعتقد هذا الحين جاك يا زورو الند، هل راح تستمتع عليه ولا بتستنى لوفي ولا ايش اللي بيصير؟ بارتلوميو قال لهم اهربوا، هل هربوا؟ هل سمع زورو الى صوت المنطق اخيرا ولا لا؟ ننتظر الحلقه الجايه، واللي يبغى يشوف انطباع ماجد عن الحلقة هذه يلقاها في مربع الديسكريبشن. أيضا بكتب لكم في مربع الديسكريبشن الحلقة هذه تحتوي على الصفحة كم إلى كم من الشابتر. هم شابترين 13 صفحة لكن مقسمة ما بين شابترين، راح أكتب لكم في مربع الديسكريبشن من صفحة كم إلى كم ومن صفحة كم إلى كم، متى توقف. رسالة أخوي عبد العزيز العازمي هحطها لكم في الديسكريبشن عشان تكونون على ثقة ويقين أنت طالع منين إلى وين ومنين إلى
وين. شكرا جزيلا لكل الداعمين بتوحيد الهاشتاج، شكرا جزيلا لكل الداعمين على حسابنا في البيبال، وشكرا جزيلا لكل من يبحث عن طريقه ثانيه غير البيبال يقدر يرسلني على الايميل، شكرا جزيلا لكل من علق، شكرا جزيلا لكل من اشترك، وشكرا جزيلا لكل من نشر. فعلا تتاج على راس. في النهايه نقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسون الشير واللايك سبسكرايب. شوف.